يقول السائل: ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر من أجل العمل نظرا لعدم توفر العمل في البلد وذلك لغرض الزواج وتوفير المال فيها؟ هذا ليس هجرة، هذا عكس الهجرة. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، هذه هي الهجرة. أما الذهاب إلى بلاد الكفار هذا ليس هجرة، هذا سفر إلى بلاد الكفار، يجوز عند الضرورة. إذا كنت مضطرا إلى طلب الرزق تروح تكتسب الرزق الحلال ولم تجد طلبا للرزق في بلاد المسلمين، ما وجدت طلب للرزق في بلاد المسلمين ضاقت عليك ولم تجد إلا في بلاد الكفار طلب الرزق، لا مانع بقدر الحاجة والمحافظة على دينك. أما إذا وجدت عمل في بلاد المسلمين فلا تذهب إلى بلاد الكفار، اشتغل في بلاد المسلمين واطلب الرزق في بلاد المسلمين، والأعمال كثيرة والخيرات كثيرة ولله الحمد.